وفي جولة محافظاتنا عن مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها طرح دواجن بسعر 74 جنيه في راس غارب في البحر الأحمر، وتحليق 55 رحلة بالون طائر على متنه 1500 سائح في الأقصر. كمان أيضا امبارح في أخبار المحافظات كان في افتتاح فرع للمجلس القومي للمرأة في محافظة بني سويف، وكان في تسليم دفعة جديدة من اللحوم تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان، وأخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الدقهلية اللي تم فيها استلام الدفعة الأولى من سلة الغذاء بإجمالي 2500 سلة مواد غذائية لتوزيعهم خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة. في شمال سيناء تم تنفيذ برنامج ورش عمل للفتيات لتعلم فن تطريز الثوب السيناوي وصناعة فانوس رمضان. في بني سويف تم افتتاح مقر فرع المجلس القومي للمرأة، وده في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وبالتزامن مع أعياد الأسرة والمرأة المصرية، بيضم كمان العديد من الإدارات بجانب مكتب لبرنامج الادخار والإقراض ومكان لوحدة إنتاجية مشغل لتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس. في البحر الأحمر أعلنت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب طرح دواجن بيضاء من إنتاج المزارع التابعة للمدينة بجميع المنافذ بسعر الكيلو 74 جنيه طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن أهالي المدينة ومحاربة الغلاء. في أسوان تم استلام دفعة جديدة من صكوك الإطعام والأضاحي تقدر ب 2 طن لحوم تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والفئات المستحقة لمشروع تكافل وكرامة، وخلال الفترة اللي فاتت تسلمت المحافظة 5 دفعات من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 10 طن من اللحوم واللي تم توزيعها على الحالات المستحقة ضمن مبادرة حق المواطن. في الأقصر انطلقت أكثر من 55 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بيتوافدوا على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس في الأيام دي. في الإسماعيلية تم توفير 3000 شنطة رمضان بسعر 95 جنيه للوحدة بدلاً من 135 جنيه بمعرض أهلاً رمضان الرئيسي بحديقة الشيخ زايد. في البحيرة أعلنت مديرية الشباب فوز طلائع البحيرة بالمراكز الأولى في ختام مسابقة كنوز مصرية، واللي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 5000 طليع من 140 فرقة فنية بالمجالات المختلفة. في الغربية تم تنظيم معارض لتوزيع أثاث منزلي وأجهزة كهربائية وملابس جديدة على 575 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بعدد من القرى، وده تزامناً مع شهر رمضان المبارك.